صباحكم سعيد من جديد مشاهدينا، وبعد فقرة المطبخ اللي استمتعنا فيها جدا رح نروح مع بعض لفعاليات معرض عمان الدولي 18 للكتاب، ما زالت مستمرة حتى الآن وبحضور نخبة من المثقفين العرب. وبسعدني اليوم نرحب معكم برئيس دار الآداب في لبنان السيدة رنا إدريس للحديث أكثر عن مشاركتها في معرض عمان الدولي، وكمان رح تحدثنا أكثر عن موضوع قرصنة الكتب. أهلا وسهلا فيكي، كيف حالك؟ الحمد لله، نورتينا رنا. الله يسلمك. شكرا. كيف لبنان؟ كيف تركتيها؟ حلوة؟ حلوة حلوة لبنان. كيف لقيتي الأردن؟ حبيتها، هاي رابع خامس مرة بجي على حلو الأردن. نتشرف فيكي يعني، وسعداء بإنك موجودة عندنا اليوم باستديو يوم جديد. وبداية خلينا نحكي عن طبيعة مشاركتك في معرض عمان الدولي. في طبعا جناح دار الأداب موجود معرض عمان منذ الدورة الأولى تبعيته، وفي قراء كتير يعني بيقصدونا بالزيت، لأنه يعني بنعتني بنوع أدبي معين يلي هو الرواية، ويلي هلأ مطلوب كتير عند القراء. نعم. من جميع الفئات يعني الأعمار المختلفة. نعم، يمكن من أهم أهداف هذا المعرض هو التشجيع على القراءة. أكيد. بدي تحكي لي هيك شوي عن موضوع كيف بنقدر نشجع أطفالنا على القراءة. هلا طبعا يعني لازم في تضافر جهود لنوصل لهدف، لازم المؤسسات التربويه، العائله اكيد لها تاثير، والحكومه لازم تدخل بهالنشاط هيدا. نعم. يعني نحن طبعا عندنا بالنسبه لبلدان الغرب نسبه القراء كثير قليله بالعالم العربي. صحيح، للاسف. للاسف، وما في تشجيع كافي من مؤسسات مثل ما قلنا عائلية وتربوية وحكومية لهالشي. هلأ مثلا منلاقي انه مثل بلد بالسويد عندهم يوم كل فصل. نعم. بيعملوا اسمه read to me papa، بيورطوا الأب يقرأ للأطفال حتى كمان يتشجع أكثر، مش بس مهمة الأم. وبيعملوا مهرجان كبير وبينزلوا كتب جديدة، والأب بيتفرغ يوم كامل كل ثلاثة شهور ليبرم مع أولاده ويشتروا كتب ويقعدوا يقروا. حلو كتير. يعني رنا، أنت عضو في لجنة حماية الملكية الفكرية المنبثقة عن نقابة الناشرين اللبنانيين، يعني حضرتك ناشرة ومترجمة أيضا، وصار معك تجربة شخصية في سرقة يعني مع السرقة الفكرية، فبدنا نتحدث شوي عن هاي التجربة وتحكي لنا قد ايه خطير موضوع السرقة للأفكار وللمؤلفات. ايه طبعا. هلا القرصنة هي نوعين، التزوير الورقي والقرصنة الإلكترونية. نعم. اللي بنسميها PDF. نعم. وللأسف يعني في كتير ناس بيجهلوا انه لما يقروا PDF بدون حقوق هيدي نوع من السرقة. نعم. يعني انه حتى بيجوا بكل بساطه، يعني قد ما بيجعلوا الموضوع. نعم. بيقولوا لي طيب هذا الكتاب اللي عندك فينا نحمله PDF مجانا، يعني لانه ما قادرين ندفع ثمنه. للأسف. يعني هيدي شغله حتى مش واعيين انه اللي عم بيعملوه غلط. ليش غلط؟ شو يعني لازم نشرح لهم شو هي السرقه يلي بتصير. السرقه يلي بتصير انه انا مثلا عندي كتاب. نعم. مترجم. انا كدار نشر دافعه لدار النشر الاجنبيه يلي بتدفع للمؤلف الاجنبي. نعم. دافعه للمترجم، دافعه للمدقق، مبالغ هائله يعني، مبالغ هائله، دافعه لمصمم الغلاف، دافعه لصف الكتاب وتدقيقه بكفي الافكار وتحريره والى اخره. هيدي هالشبكه كلها من العلاقات. نعم. نعم. كلها خسرت بعملية السرقة أو. نعم. القرصنة اللي. نعم. عم بتصير. نعم. للأسف يعني بدنا نقول أنه الحكومة الأردنية برغم جهود مكتبة الوطنية الهائلة. بدي أسألك، كنت في ختام معنا اليوم عن موضوع أنه إيش دور هذا المعرض في هذا الموضوع تحديدا، أنه كيف بيساعد بهذا الموضوع. هلأ رئيس المعرض الأستاذ فتحي الباس كتير كتير مهتم بهالمسألة. أكيد بنوجه تحية الآن. الله يسلم، فعلا عمل نشاط كتير كبير من هالناحية. نعم. أنه أي كتاب مزور داخل المعرض. نعم. يغلق الجناح مباشرة. ممتاز.
ولكن على صعيد المكتبات اللي بالبلد. نعم. يعني هيدي بقى المشكلة، لأنه ما في اهتمام كافي للأسف، ولو أنه المكتبة الوطنية كتير ساعدتنا بعيد المسألة ونحن بدنا نشكرهم وهيك، بس إجراءات بطيئة وروتينية ومكلفة أكيد جدا أكيد علينا. أكيد طبعا هيدا يلي الخوف منه مش بس خسارة الناشر، الخوف منه هو على حركة الإبداع العامة، صح، لأنه لما لأنه ممكن المؤلف ما بقى يقدر يربح من كتابه، لما الناشر مش قادر ينشر الكتب يلي حابب ينشرها، هيدي كلها، لما المدقق ما بيعود يشتغل، مصمم الأغلفة ما بيعود بصير في يشتغل، عيال تقاعس، صح؟ كاملة بتتضرر من مسألة هيدي. صحيح. رنا قديس سوري. نحن جدا سعداء بوجودك معنا اليوم باستديو يوم جديد، وحديثنا عن هذا الموضوع يعني بده حديث اكثر وبده يكون اللقاء مطول اكثر، لكن للاسف داهمنا الوقت، وشكرا لوجودك معنا اليوم، كل أنا الشكر اللي لك. بشكركم. نتمنى لك المزيد من التوفيق شكرا. والنجاح. اما الان مشاهدينا راح نروح مع بعض لفاصل، او لا مش لفاصل، راح نروح مع بعض لفقره تكنولوجيه وراح نحكي عن احدث التطورات بهالفقره. خلينا نشوف الفقره ونرجع لكم.